موسى، لو تحدثنا عن ما يحدث بشركة الكهرباء، المواطن اليوم يحتاج أن يفهم ما يحدث بأزمة الكهرباء بشكل واضح، هل لك أن تشرح لنا هذا الأمر؟ بسم الله، نتقدم بالشكر قناة الحدث وبرنامج أخبار البلاد على الاستضافة وتوضيح ما يمكن توضيحه. نعم. وكما توجه بالشكر والتقدير للزملاء بالشركة العامة للكهرباء، محطات الإنتاج وغرف التحكم ومحطات التحويل وأفراد التشغيل والصيانة، المرابطين بمقر أعمالهم طيلة 24 ساعة لمحاولة إيصال التيار الكهربائي للمواطن الكريم. فيما يخص أختي نعم. منشور ذكرتيه، نحن اليوم أخوة بشركة سرد تصنيع الغاز، تم تخفيض مخصصات الغاز للشركة العامة للكهرباء من 190 مليون قدم مكعب إلى 160 مليون قدم مكعب. يعني جدير بالذكر، يعني عندنا حتى نحن فيما سبق كان أفضل مخصصاتنا ما يقارب 240 مليون قدم. نعم. فانخفضنا إلى 190، والآن تم التخفيض إلى 160 مليون قدم مكعب. فالانخفاض هذا في الثلاثين مليون هذين أثر علينا في الإنتاج، عملية الإنتاج حوالي ما يقارب إلى 180 ميجا وات. والأخوة بشركة سرد تصنيع الغاز بارك الله فيهم، بذلين جهدهم وأكيد عندهم مشاكل فنية، هم إن شاء الله يتغلبوا عليها ويرفعون المخصصات الخاصة بالشركة العامة للكهرباء. نعم. وبخصوص هذا المنشور، الكلام صحيح وحقيقي أن يعني ربما سيؤثر بشكل سلبي على عملية طرح الأحمال خلال الأيام القادمة، يعني نعم عدم نعم. وجود الإمدادات. هذه بالنسبة لمخصصات الغاز. بالنسبة لشركة البريقة بإمدادات الوقود الخفيف، وعدونا باذن الله ان شاء الله يعني يكون يوفق عن طريق المدير عام الشركه البريقه بتوفير الوقود باسرع وقت، يعني فهذا تحصلنا عليه وعود منذ قليل بتوفير مخصصاتنا من الوقود الخفيف. ألو. نعم تفضل. هذا الصوت مسموع، أنا مرة صوتي بيطلعين. سيد عادل، سألتك عن ما الأسباب الرئيسية التي بناء عليها أعلنت شركة البريقة أن لن يتم تزويد الشركة العامة للكهرباء بالغاز الخفيف لتشغيل وحداتها. في اعتقادي أختي علاء، أني أنا صاحب هذا السؤال تحديد، يعني من اعلن على لسان شركه البريقه ان شركه البريقه حيتم انقاص مثلا امدادات الكهرباء؟ يعني هل حضراتكم في قناه الحدث الموقره يعني توجهت باي سؤال او تحصلت على اي منشور او اي مكاتبه من خلال شركة